أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز في كفارة اليمين أن تعطى لمسكين واحد أو لا بد من عشرة؟ لا، تعطيها مسكين واحد ما أجزأت إلا عن واحد، يبقى تسعة. الله جل وعلا قال: إطعام عشرة مساكين. ما لا بد من عشرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.